ده مشروع اكبر دليل على اهتمام الدوله بالمواطن البسيط في الصعيد بالذات. احنا النهارده موجودين في مدينه المنشاه، مدينه صغيره في سوهاج. الناس دول كانوا اهملوا لفترات طويله. النهارده لسبب وجود الاراده السياسيه الحقيقيه لتطوير مشكله العشوائيات والاهتمام بالمواطن الفقير في المناطق المحرومه والمناطق الخطره، النهارده اتبنى 207 وحده سكنيه، حضرتكم هتشوفوهم على احدث يعني على احسن مستوى. اتكلفت حوالي 35 مليون جنيه. هنطمن ان كل حاجه موجوده مع دكتور ايمن سيد المحافظ، سهل عمل لنا كل حاجه سهله، سهل لنا كل المواضيع هنا. ان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى يعني ده مشروع من ضمن مشاريع كتير قوي شغالين فيها على مستوى الجمهوريه. عندنا مشاريع في البحر الاحمر وفي المنيا وفي القاهره طبعا وفي بورسعيد والسويس. كل المشاريع دي ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه شهرين ثلاثه اللي جايين هيبقى الناس هيسكنوا فيها. والميزه في المشروع ده ان هم ما اتنقلوش من مطرحهم. حابب حضراتكم تشوفوا العشش برضو على بعد حوالي 200 متر 300 متر من هنا. العشش دي هتتهد وهم بيتنقلوا هنا على طول، فيبقى هم ما بعدوش عن مكانهم، عاشوا في نفس المكان. شغلتهم اغلبهم بيشتغلوا صيادين، هنحاول نرتقي من بالمهنه اللي هم بيشتغلوا فيها، بس يبقى تنميه متكامله، ما هيش تنميه سكن بس، لا تنميه متكامله. بنحاول نرتقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي بتاعهم ان شاء الله. احنا دايما عندنا اي مشروع ما بينتهيش غير اما الناس تسكن، وتاكدنا ان كل الخدمات موجوده، وبنعمل لهم برامج اجتماعيه واقتصاديه. البرامج الاجتماعيه والاقتصاديه بنعملها عاده مع الجامعات الاهليه. بينزلوا جامعات اهليه بيشوفوا ايه احتياجات الناس دي، هل في خدمات صحيه ممكن نقدمها لهم. البطايق زي ما حضرتك بتقولي دي حاجه مهمه جدا وبنعملها دايما. في بعض البرامج محو الاميه، فدايما المشروع بينتهي اما بنحاول نرتقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لحياه المواطنين. الجميل في المشروع بقى ان احنا مش عاملين عمارات بس، احنا عملنا 18 محل في اسفل العمارات، لان هدفنا ان هم صيادين يبقى اوفر له مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر يبداوا يشتغلوا في الشبك، في المراكب، في صيانتها، في دهانها، في تصليح المراكب او المعدات اللي بيستخدموها. الحقيقه دي اول مرحله. المرحله الثانيه احنا دلوقتي عملنا دراسه جدوى مع نفس الشركه المنافسه جهاز المشروعات القوات المسلحه، مصنع ثلج عشان خاطر لما يجي الصياد يشتغل ويجيب سمك ما يبقاش بيعاني ازاي يبيته لتاني يوم، يبقى عندنا مصنع ثلج. والحقيقه انا ناوي ان هو ما يبقاش على قد بس المنطقه هنا، لا يبقى مصنع ثلج كبير لكل المحافظه. بنخطط ان شاء الله في منطقه تانية اضفناها للمنطقه هنا، يبقى فيها مراكز شباب، هيبقى فيها نادي للعاملين هنا او للناس اللي قاعدين في المنطقه، مدرسه صغيره. هنبدا نعمل مركز خدمات على اساس لا قدر لو في اصابات او في اي حاجه. عندنا 11 مناطق هنا في سوهاج فيهم حوالي 2200 وحده سكنيه للقاطرين فيها. حلينا مشكله تقريبا اكثر من 200 واحد دلوقتي، وخلال سنه 2018 هنكون حلينا مشكله كلها في سوهاج كلها ان شاء الله. احنا هنا لما ابتدينا نشتغل في المشروع جينا في الاول قعدنا مع الناس، شفنا هم عايشين ازاي، عملنا اماكن واسعه في كل دور يقدروا يقعدوا بره، شفنا ازاي هم عايشين. لان انت عشان تنقلي حد من طريقه حياه عايشها بشكل معين لطريقه ثانيه خالص قد يقبلها وقد لا يقبلها، فاحنا حاولنا ان احنا نكون بنقرب بس في شكل عماره في شكل شقق طريقه نفس الحياه بتاعتهم. هنا احساس حلو والله وجميل ونظافه، وحنحس ان احنا عشني صح. يعني انا معايا بنتين، بنت مطلقة وبنت في المدرسة، ومعايا ولدين متجوزين، كل واحد مع مرته، وأنا والراجل. أنا والله اللي هم أخشوا مطارح نظيفة وكذي وكويسة، فرحانة يعني اللي هم اترحموا. إحساس حلو وأحلى إحساس. هنقعد زي الناس يعني مبسوطين وكل حاجة صح، ودينا واسعة وحلوة، شقة وحرية وحدات يعني ما شفتهاش قبل عن كذي. ثمانية عايشين في البيت. أنا ومع بعض كلنا. في أوضة واحدة. أي أوضة واحدة كلنا عنا مع بعض. اللي مضايقنا إن إحنا نايمين على بعضينا ويعني مطرحنا كده يعني زي ما شايفة أنت كده. أنا بيقولوا عليها بيوت عشوائيات. بيلاقوا عقارب، عايزين حاجات نظيفة، حاجات كويسة لعيالنا، مستقبل لعيالنا قدام، العيال ما تنضرش، ما حدش يتعب. بدل ما كل يوم والتاني يقتلوا لنا ثلاث أربع عقارب، الزبالة دي برضه وحشة ليني. عايزين حاجات نظيفة عيالنا تقعد فيها، تبقى نظافة ليهم. بدل البحر ما بيروحوا كل واحد والتاني يغرق عيل واثنين. عايزين حاجات نظيفه لينا. نحن عايشين فيه اربعه، معايا اخواتي اثنين متجوزين، واني وابويا وامي. معايا اخويا كبير عاقل بس لسه ما يتجوزش.
برضو كلنا قاعدين، كل واحد واخد اوضه قاعد فيها.